وطات أول جمال بلال بسلت إزوان ورابي كتما كمي جن عند كوليج بادوانس ديبلومات مرقوال وطات أول بتلايو تقوامات بتمارو تمرت مزك تكترو لمسرات يادرغو ترتم عالتساكالتم بكتما يالو ينرو دنتن وطات أول مكوك عمبال مچالو وده تولد كيو وده ونو مسراك سلتي وردا بچنبول سدداك أبالي تملسو لرجم غزي يالسرات كمتوال يدو كلل سراد الفترانا انتربريز المات بيرو باول مريت لاي يكو تاقتم يبغا مسنو بوت اتوچن با انتربريز بما دراجت ودسرا بماسكبات لاي جنيال بزيم با كلل درجا كاندشي عمسمتو اكتار مريت بلاي وط اتوچن با انتربريز تدراجتو بما مرت لاي جنيالو وط ات اول با كتما يادعون يسراد ال بطولد اكاوويو كمي جنيو مسل وط اتوشگار بمون يبغا مسنو لمات با انتربريز بما دراجت ودسرا قبتوال ببغا مسنو يمي جنيون تروفات لما قواد سم مزقا جتونم ينا قرال كلاسي ريسيم بفرقو تبالا يعو انيا تلووطان لوان ديمو تاچين يعو بسوستامت بولتش اسرام مستنة تدراجيناو اندقانا بسوستامت دمو لوان ديمو تاچين انلق قالن بلان قال قفتن نو تقبل نو مريتو يعو لليلاوم سو بزيليك سرطو راسو ندلووط يعو مكاركونا مكنيو يهما راقبر يوت اتوچن تدقا منت لما رقاقت يالما مونون يبيرو حالافي اتو بيرقا برانو بسلت ازون مسراك سلت ايوردا با چنبول سدداك ابلي بمگنيت مراقبرون باش جمرو بتوك تناغروال بورداو سلاسا انتربريزوج ودسرا يگبوسيون كولت متو بلاي وطاتوچم تدقامي اندادرگم تاكسوال زاريو يبغامسونو يوطاتوچ نكناك اي مدرك ي ماس جمريا يلاونچنگ پروگرام وطاتوچو بمنگست بتلايو يلمات پروگراموچ تدقامنت لماراگاگتن واناننت كزيو زاري لاي ببغاي مسنو سندي بروغرام ندكلل هاي ولت شيكتار بلاي قبرنا بيرو لما ساكات اقلو ودتاة شاوردوان بزيرة توست وطاتو تشو كبيت سبغار كميا درغوت مالمات تساتفو باشاقر تدرايتو لم يميسا روبت كاندش عمسوتو هيكتار بلاي اندي عالمو بزونو تشنا بلي يوردوش تلييتو مال مسرات جمرال يوها مسابيا ماشن اترت اندال لباچو بماش جمرا مراقبرو لاي عقينتن يان نگاگرنا چو ارسوات درو چم نگرونان يكللو منگس دگاف انددر گلاچوم تاييكوال وردونم زيونم دگاف يادر رگلن يو سندي ازدگاج تونلنان اهون بايج گرگاد واهو يدفان نو زلاقی مفتي واهو اندي متعلن زيونم كللنم يتاييقنا لنو لليلا واتات لا تتكيو يمالك ميگي واستناون يارگاگتنو ሁላችንም ሰርተን አግኝተን ማግኔትን ፈልጋለን ሌሎችም ደግሞ እንደኛ ሰርተው ለፍተው እንዲያገኙ ምኞታችን ነው ለኢንተርፕራይዞች የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የቢሮ ኃላፊው አቶ ቢረጋ ብራኑ ተናግረው 200 የሚሆን የውሃ መሳቢያ ማሽን በግጂ ሂደት ላይ መሆኑን አስረድቷል በተለይ ለመስኖ ስራ ትልቁ ግብአት ውሃ ነው ይሄ ውሃ ቅርቦት ያው ሲታቀድ የመሬት መጠኑ ካለው የውሃ መጠን አንጻር ታቅዶ ነው የሚመረው ዞሮ ዞሮ በሂደት ውስጥ ከውሃ አጠቃቀምም ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል ችግሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ውሃ መሳቢያ ፓምፕም ከማቅረብ አንጻርም ያው የሚፈስ ወንዝ ስለሌለ በፓምፕ ኃይል ነው ይሄ አካባቢ ሊለማ የሚችለው ስለዚህ በፓምፕ አቅርቦት እንደዚሁ በነዳጅ አቅርቦት ከሰቱ ይችላሉ ከፓምፕ አቅርቦት ጋር ያለውን ችግር እንደ ክልልም የግብርና ቢሮ ከ1500 በላይ ፓምፕ ገስቶ አሰራይቷል በሁሉም ዞኖች ስልጤ ዞንም የዚህ ድል ተጠቃሚ ነው ዞኑ ደግሞ ካገኘው ይሄ ወረዳም የዚህ ድል ተጠቃሚ ነው እዚ ላይ ደግሞ እንደ ቢሮ የስራ ድል ፈጠራን በተለይ የመስኖ ስራ ላይ የሚሳተፉ ወጣቶችን ለመደገፍ ብለን 200 ፓምፕ ግዢ ውል ገብተናል ከአግራቢ ድርጅት ጋር ወረዳው ከ500 በላይ ወጣቶች በበጋ መስኖ ተሰማርተው በመስራት ላይ መሆናቸውን የነገሩን ደግሞ የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሳሊ ሐሰን ናቸው ከ2500 በላይ ወጣቶችን ለይተናል ከነዚህ ወጣቶች አሁን በዚህ ከ500 በላይ ወጣቶች ደግሞ በበጋ ሲንዴ መስኖ ያለማሉ ተብሎ ይጠበቃል ወጣቱ በጉልበቱ ግንዛቤ ስልጠና ወስዷል በዚህ ስልጠና አጠቃላይ ውጤት ሊያመጣ የሚችል ስልጠና ተሰጥቷልና ለለውጥ ዝግጁ ናቸው ብለን ነው የምንወስደው